شفت واحد سعودي معرضها 5 حبات واستغربت، لان احنا طبعا انت عارف ان في مصر بلد التعريض كتير، يعني انت عارف في مصر في عندنا 3 4 لما بيطلع بتعريضه بتبقى كبيره. الحقيقه لقيت واحد سعودي معرض لمحمد بن سلمان تعريضه غريبه. فالحقيقه برضه حبيت اشاركك عزيزي المشاهد، ما احنا مش كلنا هنتكلم سياسه كده، يعني حاجه برضه لازم يبقى فيه ترفيه. والحمد لله الراجل اللي هيطلع على الشاشه قدام حضرتك ده قال لك انه من عجائب الدنيا الـ8، لان بعد الـ7 في 8، هو كان حب يمدح في مين؟ في محمد بن سلمان. هذا الراجل لابس نظاره سوداء حب يمدح في مين؟ محمد بن سلمان. فضرب احمد موسى ومصطفى بكري والفقي وكل الناس ضربه قاضيه. يعني دي لو تاخد تعريضه العام، مفيش جايزه اسمها تعريضه العام يا جماعه، في لازم يبقى في حاجه كده. سمعنا الحته دي لانها لطيفه، وبعدين نرجع نتكلم شويه بجد عن احوال البلد. نتكلم عن ولي عهد يهز عروش ويحرك جيوش. ابو سلمان هو قدوتنا، ابو سلمان نرى المستقبل في عينيه، ابو سلمان عجائب الدنيا الـ7 موجوده وهو عينيه عجائب الدنيا الـ8. احد اسباب انحناء كوريا الشماليه للعاصفه والتخلي عن برنامج النووي، واحد من اسبابها التقنيه التي لدى المملكه العربيه السعوديه والرجال يستخدمون هذه الوسيله المتقدمه جدا في اسقاط الصواريخ الكوريه الشماليه التي قدمتها لايران، طولت عليها، قدمتها لميليشياتها الارهابيه في اليمن، لم يكن لها جدوى ولا قيمه، وبالتالي ما اقول لك عجائب الدنيا سبع والعجيبه الثامنه هي عيون مولاه. يعني الحقيقه ان انا طبعا ربنا بيخلق كل حاجه، عارف، ويخلق ما لا تعلمون، انما عين محمد سلمان تبقى عجيبه الدنيا الثامنه، تبقى فيها حاجه ايه؟ يعني اظن مصطفى بكر المفروض ينتحر دلوقتي، لانه مش هتلاقي حاجه يقولها. يعني محمد بن سلمان عيونه، يا سلام، عيونه دي حاجه جميله جدا. سيبك من الكلام ده كله،